اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. حديثنا في هذا اليوم مره اخرى عن وباء كورونا. المتحدث باسم نقابه الاطباء العراقيين ادلى بتصريح في هذا الاسبوع، قال فيه يعني هو تحدث عن حقيقه ما وصل اليه وباء كورونا في العراق تأثيراته. من بين ما قال في تصريحه هذا، قال إن كورونا قد وجد في العراق أرضية خصبة له، وقال أيضا إن نظامنا الصحي هش جدا وغير متطور، وكوادرنا الصحية تتعرض لنقص شديد. وتحدث أيضا عن أكثر من 1500 طبيب مصاب بكورونا وهم خارج العمل الآن. ثم قال يجب أن نتعامل مع كورونا بواقعية، وأن وباء كورونا قد دخل المجتمع العراقي بشكل سري. حقيقة العبارة الأخيرة ربما يجب أن نتعامل مع كورونا بواقعية، هذا يعني أن الطبقة السياسية، الطبقة المسؤولة عن صحة أولا الطبقة المسؤولة عن صحة المواطنين العراقيين، نقابة الأطباء لا ترى واقعية في تعامل الطبقة السياسية التي تحكم العراق إزاء وباء كورونا. هناك عشوائية، هناك تخبط وإهمال واضح واستهتار بهذا الوباء وبصحة العراقيين، هذه حقيقة الحال. وإلا فإن هذا الوباء ما كان سيصل إلى هذه المرحلة التي تجعل من العراق من بين يعني أكثر 5 دول في العالم من حيث الإصابات بهذا الوباء ومن حيث عدد الموتى. العراق بلد صغير، لكن أن يكون في عداد الدول الخمسة الأكثر في العالم والعالم غالبية العالم مصابة بهذا الوباء، هذه كارثة كبيرة. طبعاً كلكم تذكرون أعزائي المشاهدين عندما بدأ هذا الوباء يعني في الانتشار، كانت هناك تحذيرات عالمية قد بدأت مع بداية هذا العام 2020، بدأت تحذر من انتشار هذا الوباء ومن خطورته عندما ظهر في مقاطعة ووهان الصينية وبدأ بالانتشار. بدأت التحذيرات وخاصة من منظمة الصحة العالمية ومنظمات صحية ودول كثيرة، حكومات كثيرة بدأت تحذر منها. ثم بدأت تظهر خارطة انتشار هذا الوباء واضحة للجميع، كانت واضحة الخارطة للجميع. ربما في نهاية شباط أو بداية آذار ظهرت هذه الخارطة بشكل واضح، وتبين بهذه الخارطة أن هناك 3 أماكن مهمة في العالم تشكل بؤر للوباء لهذا المرض. في الصين في مقاطعة ووهان اللي خرج منها الوباء، وفي أوروبا وتحديدا في إيطاليا اللي انتقل لها الوباء، وفي إيران. هذه 3 مناطق الخطرة في الوباء، يعني هي المناطق اللي شكلت مركز الوباء في العالم في ذلك الوقت. إيران نشترك معها يعني يشترك معها العراق بحدود أكثر من 1000، ربما قارب 1200 كيلومتر. هنا كانت الخطورة عندما تظهر هكذا خارطة. لو كانت هناك حكومة وقوى سياسية تحكم العراق، وهناك عقل يتدبر الأمور، عقل يحرص على العراقيين ويحرص على العراق، لكان فكر من أول لحظة في أن يحمي الحدود ويمنع إيران من الوصول إلى العراق. هذا الوباء يجب منعه من وصوله إلى العراق، وهو خاصة يعرف أنه إيران متداخلة مع العراق ولا بد من منعه لكي لا يصل للعراق. لكن كان الصمت مطبق بشكل كبير جدا جدا على كل الحكومة وكل أطراف العملية السياسية، لا أحد يتحدث إزاء هذه البؤرة الخطيرة اللي ولا أحد يقطع الطريق. المواطنين كانوا يناشدون، ما اضطر العديد يعني من المواطنين في خانقين، في ديالة، في البصرة، في أكثر من منطقة ربما حدودية، يذهبون بأنفسهم إلى، لأنه عجزوا عن المنادات ولا أحد يستجيب، يذهبون بأنفسهم إلى المعابر الحدودية ويطلبون من
من السلطات الرسمية في تلك المعابر قطع هذه المعابر وعدم دخول الإيرانيين، للحد اللي في البصرة عملوا بعض الشباب درع وبعض العوائل درع في هذه في أحد المعابر لكي يمنعوا دخول الإيرانيين. هكذا تصرف الشعب وهكذا كانت الحكومة وكان كل هذه القوى السياسية تتصرف مع الشعب، لأنها محكومة للميليشيات والميليشيات مرتبطة بإيران، والميليشيات لا تقبل أبدا قطع أي معابر مع إيران، يجب أن تستمر إيران حتى لو انتهى العراق وانتهى شعب العراق. هذه الحقيقة. إيران داخلة في العراق وبضائعها يجب أن تدخل وكل شيء يجب أن يستمر كما هو، وما هي إلا أيام حتى يعني وجد وباء كورونا في العراق أرضا خصبة مثل ما قال المتحدث باسم نقابة الأطباء العراقيين، فاستوطن وبدأ بالانتشار في بلد يفتقر إلى البنى التحتية الصحية نهائيا. طبعا كل البنى في كل المجالات منتهية، لكن في البنى الصحية التي تواجه هذا الوباء منتهية تماما. فكيف يعني أي عارض ممكن يواجه العراق لا يمكن مواجهته، فكيف بوباء واجهت دول كانت لديها بنى تحتية رصينة مثل إيطاليا، كانت لديها أفضل نظام صحي في أوروبا، هم يعترفون بذلك، لكن عندما ضربها الوباء يعني وصلت للحد اللي انتهت، انهارت تماما إيطاليا أمام هذا الوباء. فكيف بالعراق وهو لا يمتلك حتى البنى التي كانت قبل البنى الصحية التي كانت قبل 2003 خلال 17 سنة قد تم إنهائها. فبالتالي نحن أهل العراق في مواجهة كارثية مع هذا الوباء بدون حماية بدون أسلحة، مع تصاعد يعني أعداد المصابين الآن، وصل عدد المصابين الآن إلى 5000 مصاب يوميا، نسبة الفحوصات تتجاوز 2% من مجموع الشعب العراقي، وفي هذا الوقت ظهرت إحصاءات ربما غير رسمية نعم، لكن أتحدث عن أن أعداد المصابين ليس هذا ما يعني ليس 5000، ربما يصل إلى 30,000 يوميا، وعدد المصابين في العراق ربما قد تجاوز 5 ملايين مصاب بكورونا. هذه كارثة والعدد قابل للزيادة، فمن يتحمل مسؤولية عن كل ذلك؟ الحكومة طبعا بعد انتشار الوباء في العراق في الشهر الثالث أو الرابع بدأت عمليات ما يسمى الحجر ومنع التجوال، لكن كلها كانت إجراءات فاشلة جدا ولأسباب عديدة، لكي لا يخرج علينا من يقول لماذا فعلنا وفعلنا. أولا لكي يتم تطبيق قرار أي قرار، تطبيق أي قرار من قبل المواطن لابد من توفر الثقة بين المواطن والحكومة، وهذه غير موجودة في العراق، لابد من توفر هيبة للحكومة وسطوة للحكومة وقدرة على يعني تنفيذ هذا القرار، المواطن يحترم هذا القرار وينفذه، هذه غير موجودة بالعراق. ثانيا أن الإجراءات كانت أمنية وليست صحية، بمعنى أنهم يقطعون في الإطار العام، وداخل الإطار كل المناطق وكلها تتحرك كما تشاء، الأسواق مفتوحة والناس تتزاور والتجمعات والأعراس والأتراح كلها تجرى بنفس الطريقة ولا أحد يمتنع، وسائل المنع كالماسكات والكفوف وغيرها، وسائل التعقيم غير متوفرة، وإذا توفرت فهي غالية جدا، والمواطن لا يستطيع وضع الاقتصاد يعني أن يشتري هذه المواد. إجراءات الحجر، ثالثا إجراءات الحجر ومنع التجوال في كل الدول تصاحبها عملية تقف فيها الدولة مع المواطن، وبالذات مع المواطن الذي لا يستطيع أن يوفر يعني قوت يومه إلا بالعمل. فلذلك الدول وقفت مع مصانعها مع عمالها مع الكسبة، أعطتهم مبالغ كبيرة لكي يبقوا في بيوتهم، لكن في العراق لم يحصل هذا. الكسبة الذين وغالبية الشعب العراقي من الفقراء، كسبة يعملون يعني قوت يوم بالعمل، يأتي لم يعمل لا وجود لقوت عياله، فبالتالي اضطروا إلى كسر هذا القرار والخروج للعمل لتحصيل قوت يومهم. لذلك تركوا هؤلاء هذه القرار وتركوا نفسهم لمواجهة كورونا وجها لوجه من أجل رزقهم، لأن الحكومة لم تقف معهم. ف
فالمشكلة أن الوباء انتشر بسرعة، أعداد كبيرة من العراقيين أصيبت به. رابعاً، عدم وجود مستشفيات متخصصة لعلاج هذا، عدم وجود أسرة كافية لاحتواء المرضى. المستشفيات رغم قدمها وتهالكها فاضت بأعداد المصابين، ووصلت الحال إلى المواطنين العراقيين لأن هذه المستشفيات متهالكة والخدمات فيها رديئة، وصلت في الحال بالمواطنين أن يوصل مواطن آخر يصيب بعدم الذهاب إلى المستشفى إذا ما أصيب بكورونا، ووصلت إلى الحد الذي يعني كان أهل العراق يتندرونه وما زالوا يتندرونه، اقطع نفسك وأنت تمر بالقرب من المستشفى لأن تنفسك وأنت قريب من المستشفى ربما يصيبك بداء كبير. هكذا وصلنا اليوم في ظل انتشار كبير للوباء، نواجه قرارات الآن بالتعايش مع يعني يتحدثون عن التعايش مع كورونا، وأن الموظفين يجب أن يعودون 50% وفي بعض المحافظات 100%، وعلينا أن نتعايش مع كورونا. أهل العراق ضحايا للفساد والخراب والجهل، والمصيبة كبيرة، ولا يسعنا إلا أن نقول في نهاية هذه الحلقة لكم الله أهل العراق. تحياتي، ألتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله.